قاعدين زي ما ذكرت، لأن شاغلي الشاغل حاليا هو كيف يمكن أن يعاد الأمن في الشارع المصري. وبأكد يعني أستاذ وزير الداخلية، وأنا بتابعه اليوم وبالأمس بالليل، هو موجود في الشارع وكل المساعدين موجودين في كل المناطق، وإن شاء الله ربنا يعني حقق النجاح في فترة مش بعيدة. ولكن أعتقد، وفي نفس الوقت كان هناك لقاءات لما يتعلق بالشأن الاقتصادي والمالي، لأن الاثنين لا يمكن نغفلهم. وكان دلوقتي يمكن شفتوا بعض الزملاء وإحنا بنناقش موضوع خاص بالموازنة والعجز فيها، وكيف أن نواجه هذا العجز من خلال الترشيد أو خلال إيجاد قدر من الإيرادات، وكيف أن نرفع بعض الأعباء على المواطن. ولكن الأمر لم يستمر يومين، هو ولكن ما زال بعض الإخوة في بعض المناطق بيتحدثون على أمور. بعد ما قلت أن الخريطة الأساسية تحددت، زي بدأت بمجلس الشعب ثم الشورى، وبعد ذلك في دستور جديد ثم ترشيح رئيس الجمهورية، والأمر كله ينتهي في 1/7. وبالتالي الفترة كانت ممكن أنها تقابل بارتياح من الجميع، ولكن ما زال البعض، والبعض القليل، يعني أنا آسف أقول القليل، ما زال بيتكلم على المؤسسة العسكرية ويتكلم على الحكومة. وحاولت خلال 10 أيام اللي مضت، يعني قابلت ما يخرج من 300 شاب في مختلف الاتجاهات، ولكن دايما كل المقابلة يتم بعدها القول بأن دي مش جماعة تمثل الأصل في التجمع الموجود في التحرير أو في غير التحرير. وكان من العجب اللي خلاني بعلق الموضوع دلوقتي، إن كان في البعض سيأتي، كان المفروض يأتي الساعة 10 الصبح، وبعدين منعوا بعض الإخوة، وأنا مش عاوز أقول أذكر أسماء، ولكن إخوة بحترمهم لأنهم ناس قوميين، وكأن المنع لبعض الشباب أو الشابات اللي هيجوا أنهم هيقابلوا يعني رئيس وزراء العدو، لأن احنا كلنا في مركب واحد. ومديت إيدي للكل من يوم ما جيت، وما زلت بمد إيدي ومستمر بمد إيدي، لأنه دي بلدنا كلنا يعني. وبرضو كنت في كلام هقوله ما كان مفروض ما أقولوش، لأن هناك قلة برضو بتقول الراجل ده كان بتاع النظام الماضي، فبالتالي الشباب ده كان من 15 سنة، يعني كان في سن ما تمكنش نشوف هذا الرجل، ولكن يمكن الأب والأم يعلموا. والحمد لله ما كانش فيه هجوم على شخصي، ولكن القلة كانت بتهاجم أن الراجل ده كان في النظام الماضي. بس عاوز أقول للشباب ده، وأنا يعني هناك أمور تمت في 4 سنين كانت على غير رضا رئيس الدولة، لأنها كانت بتعطي في نظر المحيطين به شعبية ليا، ولكن الأمر كان يتعلق بمصلحة العامة. يمكن الشباب ما يعرفش أنه مرسوم أو قرار نائب الحاكم العسكري اللي صدر مجرد ما جيت في يناير 96 بمنع البناء على الأرض الزراعية، كان هذا الأمر لا يرغبه أي حد، لا في مجلس الشعب ولا في الرئاسة، لكن أنا حرصي على الأرض اللي بأكل منها وبيأكل منها الجميع. توقف 4 سنين لم يبنى منزل واحد خلال 4 سنين، من 99 لحد دلوقتي ما تم البناء عليه تجاوز 320,000 فدان من أجود الأراضي في مصر. ونفس الأمر برضو للإخوة، للأبناء والأحفاد، وكان على رغبة وعلى غير رغبة النظام، وهو قرار آخر نائب الحاكم العسكري بصفتي كنت هذه الوصيفة بتحملها بالتفويض من رئيس الجمهورية، هو عدم هدم الفيلات. فكان لا يعقل أن أنا أدي تصريح بهدم فيلا وهي تقع في شارع عرضه 6 متر أو 7 متر، ويبني ناطحة سحاب لا يمكن أتمكن أن أصل ليها بأي مجال للإطفاء لو حصل فيها حاجة. وأمور أخرى كثيرة مضطر أقولها عشان أذكرها. بيقولوا للشباب هذا الكلام الراجل ده ممكن، وبرضه قلة قليلة، أنا عملي إداني الفرصة أن أدي للمواطن البسيط
سواء فلاح او عامل او موظف يذكر لهذا الرجل خير، وبالتالي انا بجد كل المحبه للملايين دي. مش بقول هذا الامر على نفسي، ولكن ده اللي شايفه، ولكن بقوله النهارده للقله اللي قالت عشان اقول للشباب. يعني كان هناك شيء يمكن ما يذكروش، حاجه اسمها الايلوله، كانت يعني مواجه ازمه لا يقل 20 مليون اسره، مجرد بس عشان اخد منها ملايين قليله اتلغت، وبرضو على غير الرغبه من الكثيرين بما فيهم الرئاسه ومجلس الشعب. كان هناك قانون خاص بضريبه على دخل العاملين في الخارج، وكانت مصر كنا حصلنا حوالي 320 مليون جنيه، وصدر حكم المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه هذا القانون، ولم ينفذ. لما جيت في بعد شهر من مجيئي عادت الاموال للعاملين في الخارج، وصاحبه بعد شهور قليله كان في قانون اخر، وهو قانون البناء على الارض الفضاء، وكان الميزانيه او وزاره الماليه جمعت حوالي 280 مليون جنيه، فعادت الاموال لاصحابها على غير الرضا. واموال اخرى يمكن اول مره حدثت في تاريخ السنوات يمكن 30 سنه 40 سنه، انه الفلاح دفع 120 مليون جنيه لمقابل المبيدات، وتبين ان المبيدات فسدت والمحصول قطن ضاع، فكان علي ان انا اعيد هذه الاموال للفلاحين في خلال اسبوع. هذا الكلام كان على غير رضا ليه، لان كان المحيطين بيفهموا صاحب القرار الاول ان ده بيدي شعبيه للراجل رئيس حكومه، ولكن كنت بعمله من اجل مصر، ومش عاوز يعني اقول كلام كتير عشان يقولوا. اما جيت انا كانت البعثه سنه 95 كان فيها 200 من اعضاء مجلس الشعب، لم يذهب في 96 اي واحد من اعضاء مجلس الشعب، وتصور بقى رئيس حكومه يتصدى لمجلس الشعب، فهذا لا يرضي مجلس الشعب ولا رئيس الدوله، لانه الكلام ده لازم يفعله رئيس الدوله عشان ده يديه هو الشعبيه. ما خدهاش انا، عملتها لا شعبيه، ولكن لا يعقل لبلد فقيره ان انا اخرج نص مجلس الشعب في الحج. امر اخر، وهو كان حاجه كده اضحوكه اسمها تاشيرات اديها لاعضاء مجلس الشعب للحج، وهم بيعوها وكلام غريب برضه لغيتها. ممكن اقول سلسله كثيره من هذا الامر، فبقول لشباب والاحفاد الثائرين انه الشخص الوحيد في 30 سنه اللي فاتوا كان في 120 وزير وسبع رؤساء وزارات خرج ولم ياخذ لا وسام ولا وظيفه، بل حورب من النظام الا يتكلم معه لا وزير حتى الوزراء اللي انا جبتهم او رجل اعمال، لا لشيء الا ان انا حينما اذهب لاي موقع كنت بقابل بالترحاب. فمش عاوز اضيع الوقت فيه، لكن انا اضطررت ان اقول هذا الكلام لانه ما زال البعض والبعض القليل يتحدث رغم الغالبيه بتدعو بالنجاح، لان النجاح هو نجاح مصر يعني. لان انا فاعود تاني بان المحاوله دلوقتي ان انا بتابع متابعه تكاد تكون كل ساعه اللي نرجو ان نحقق الامن، لان يعني عاوز اتساءل للي بيسال دلوقتي ان احنا نعيد النظر في السلطه ونعيد النظر في الحكومه، الا يعلموا ان الامن غير موجود؟ الا يعلموا ان هناك الاف هربوا من السجون موجودين في الشارع واحملوا اليات؟ الا يعلموا ان الامن ان الفرد العادي في الشعب المصري وغير العادي غير قادر ان يسير في الشارع بامان؟ اذا كان هناك قله مالكه وهناك عنها حراسه خاصه تحميها، الا يعلم ان المواطن غير قادر؟ مين يحميه؟ ربنا طبعا. وبالتالي برضو بكرر زي ما كررت امبارح واول، هلموا نجتمع ونترك ما يقال
لان المجموعه الموجوده امام المجلس كل واحد يقول لي هم هيمشوا امتى هيمشوا مش يعني. انا عايز اقول الدوله عندها من الامكانيه والقدره ان افرق هذا الامر في ربع ساعه، ولكن لا اقبل هذا، لا اقبل هذا، مش لان انا في هذا المنصب كما قلت امبارح كانسان، ولكن بخاطب هؤلاء الاخوه الكرام اللي انا بعتز بيهم اللي ما زالوا بيقولوا لهذا الشباب استمر ان ينظروا لمصر وما تسعى مصر ان تحققه في الفتره المقبله ان شاء الله. خلال انا في مجموعه وزاريه هقابلها دلوقتي عشان موضوع الاسكان، ومعهم السيد محافظ السويس، لان عندنا مشروع كان كبير جدا هو مشروع شمال هاربر خليج السويس حوالي 300 مليون متر، اكبر اي تجمع صناعي في العالم اتعمل فيه من 96 ل 99 عشان خمس مشروعات، لم يضاف مشروع من 99. هبحث معهم كيف يمكن ان يتحرك هذا الامر. هناك مجموعه خرجت وكانت وزير تخطيط التعاون الدولي ووزير التموين والتجاره الداخليه ووزير الماليه، كنا بنناقش موضوع الميزانيه وكيف يمكن ان نخفض العجز، لان العجز على طول لاي مواطن هو تضخم، وبالتالي اللي بيدفع الثمن ده هو المواطن البسيط حينما الاسعار تزيد. وستشهدوا في قريب العاجل ان في لجان وزاريه، مش بالنمط اللجان، لجان بحدد لها عمل ينتهي، يعني في لجنه وزاريه على ما اذكر لرعايه الشهداء واسر الشهداء والمصابين، وحدد فيها موضوعات محدده، لابد وان اللجنه الوزاريه تجتمع وتقدم لمجلس الوزراء ما يجب ان نفعله في هذا الشان قبل 12/12/2011. في لجنة وزارية أخرى من مجموعة من الوزراء لبحث الأمن الداخلي ومقترحاتهم لمعالجة هذا الأمر ومتطلباته على أن تنتهي بإذن الله تعالى مجلس الوزراء قبل 15/12. لجنة ثالثة برضو من المجموعة الوزارية وهي بتناقش تحسين الأداء الاقتصادي والمالي اللي كان جزء منه بناقشه دلوقتي مع ثلاثة وزراء اللي أنا ذكرتهم من منذ قليل، وعلى أن تقدم مجلس الوزراء قبل يوم 20/12. ثم المجموعة الرابعة وهي برضو مجموعة وزارية بتناقش المشروعات المتعطلة زراعية أو صناعية، صرفت عليها الأموال، بنيت المبنى وتوقفت دون أن أدخل المية والكهرباء. فإذا ليس الأمر من الفترة اللي احنا قاعدينها ليست بالطويلة، إذا لابد لا نبدأ في مشروعات جديدة ولكن كل الموجود بنستكمله. فاسمحوا لي بقى اعود للمجموعه الثانيه، وانا بس حرصت ان يوم جمعه تروحوا، فجيت لكم اقول قدر من هذا الكلام، وربنا يوفق مصر ويوفقنا جميعا. شكرا.